إلى السيد علي محمدي رئيس مصلحة النقل البري بمديرية النقل بالجزائر الذي يحضر معنا هنا. صباحك سعيد. سعيد سيد علي مرحبا. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا لك كذلك على الحضور. ربما الحالة التي أخذناها من ولاية غردايا يمكن أن نستنبط منها المعاملات اليومية لبعض قابدي أو أغلب قابدي الحافلات. ما الذي يحكم هذه المهنة؟ أي إطار يعمل فيه قابض الحافلة سواء في القطاع العمومي أو الخاص بشكل خاص، لأنه القطاع الخاص ربما يغلب في النقل البري. شكرا. بالنسبة على مستوى ولاية الجزائر احنا ما سجلناش مثل هذه الظواهر والحمد لله، فيه تصرفات سلبية من عند من جانب القباض أو القابضين، هذه حقيقة لا ينكرها الإنسان، ولكن احنا في ممارساتنا اليومية المديرية تقوم ب عن طريق المفتشين بعملية تفتيش دورية، ونقوم بمعاقبة كل المخالفات، ما في ماشي فقط مثلا تصرفات تاع القابضين هذوما، وعندنا لجنة تاع عقوبات على مستوى المديرية تجتمع مرة في الأسبوع وتحرر المحاضر، وكذلك تحرر المحاضر من طرف مصالح الامن وترسل الينا وحنا نعاقبوا هؤلاء. هل هذه المراقبه على مستوى الحافلات القطاع العمومي او تشمل كذلك القطاع الخاص؟ لا نتكلم على القطاع الخاص. القطاع العمومي شوفي يعني القطاع العمومي والحمد لله بالنسبه لولايه الجزائر فيه مؤسسه مهنيه اللي هي إيتوزا، ونلاحظ يعني كيفيه نعم الهندام قابض. نعم هذه مؤسسه مهنيه وتعمل وتعمل وفق القوانين، وما عندها حتى المستخدمين تاعها محترمين، ويقدموا يعني يتعاملوا بصفه لائقه مع الزبائن. سيد علي اعطيني بروفيل القابض، كيف يجب ان يكون شكل القابض؟ هو المفروض قانونا هو عباره عن عامل يوظفوا صاحب الحافله، ولكن ما يبقاش يعني كيما نقولوا حنا ليفري ادوي مام يتصرف كما يحلو له. فيه ضوابط بالنسبه للمعاملات نتاع الزبائن لازم تحترم، هو لازم يكون عنده الهندام مقبول حتى من ناحيه الشكل تاع اللبسه، اذا لازم يكون اللباس نتاعو لائق وهذا منصوص عليه في القوانين، ولازم يسلم التذكره. القوانين يعني تشمل القطاعين الخاص والعام. نعم. لكن ما نلاحظه نعم. الهندام وكل شيء ينطبق فقط على القطاع العام. لا ولكن احنا رانا نعاقبوا عن طريق المراقبه اليوميه نتاع المفتشين تاعنا، لاحظوا مثل هذه الامور. هل عاقبتم بعض القابضين بسبب هندام؟ نعم ويحجزنا الحافله واتخذ قرار. لكن الواقع سيد علي اذا كنت توافقني راي انه بشكل يومي نلاحظوا قابضين، ولو خلينا سنواصل هذه النقطة، نتوقف فقط سيد علي استسمحك عند فاصل إشهاري ونواصل. نعم في هذا شكرا الملف. شكرا. موعد الإخباري لمن التحق بنا اللحظة، موضوع نقاشنا حول مهنة قابض الحافلة، نتحدث عن شروط هذه الخدمة مع ضيفي هنا علي محمدي رئيس مصلحة النقل البري بمديرية النقل بالجزائر العاصمة، كما سيكون معنا اتصال هاتفي مع حسين بورابة رئيس المنظمة الوطنية للناقلين. موضوعنا هذا جاء بعد الاعتداء على طفل أو تلميذ يبلغ من العمر 11 سنة من طرف في قابض حافلة بولاية غردايا. أعود إليك سيد علي محمدي، النقطة التي كنا نتحدث عنها بداية عن مميزات أو ماذا يجب أن يشترط في قابض الحافلة ولا نراه في قطاعنا على الأقل القطاع الخاص الذي يمس نسبة كبيرة من في النقل البري. كنت تتحدث عن الهندام. نعم هو إشكال المطلوب. كبير أنه هو مطلوب في الناحية القانونية باش يكون القابض عنده هندام مقبول، هذا هو اللي يفسروه في القانون، هندام مقبول ما عنده لباس مقبول ما محترم، وبالإضافة إلى هذا حتى التصرفات نتاعو إزاء الزبائن لازم تكون مقبولة وتكون محترمة. وحنا إذا تكلمنا مثلا نتكلم على ولاية الجزائر وين احنا رانا المسؤول على القطاع، الظواهر هذه ما سجلناهاش والحمد لله. يعني الاعتداءات او الملاسنات ما سجلناهاش مثل هذه الظواهر ما سجلناهاش. لماذا؟ لاننا احنا نسهروا على دائما كما سبق وقلت لك باللي فيه مراقبه يوميه سواء من مصالح الامن او من المفتشين تاع النقل تاعنا. هي متى تقومون بالتدخل؟ هل تصلكم شكاوي المواطنين؟ يعني هذه الامور الشكاوي تاع المواطنين، انا جست في عده بلاطوهات ودائما كنت ناشد المواطنين ونقول لهم وجهوا شكاويكم الى مديريه النقل.
لما تلاحظوا ظواهر كما هذه وجنوا، لانه المواطن بالوعي نتاعو يساهم كذلك في تحسين او الحد من هذه الظواهر. وكثير من المواطنين المشكورين لحد الساعه يجوا للمديريه ويدعوا الشكاوي تاعهم وناخذها بالاعتبار ونعاقبوا المتسببين في ذلك. هل ممكن نسالك سؤال سيد علي؟ اذا اردت انك تستخدم حافله نقل عمومي او خاص، ماذا ستختار؟ لا، في الوقت الحالي اذا كنا نتكلم بصراحه، صح فيه رداءة في القطاع الخاص. هذا ما أردت. نعم، في رداءة، لانك لو تصعد الان حافله نقل خاص ستفاجأ. لا، ولكن كاين امر ثاني. السلطات العموميه تنبهت لهذه الظاهره وبدات تعطي اهتمام كبير للقطاع العام في تطوير النقل. نعطيك على سبيل المثال، في ولاية الجزائر مؤسسة إيتوزا تم تدعيمها بوسائل نقل كثيرة، حتى أنها سمحت لها الوزارة باللجوء إلى كراء حافلات. إذا شفتيهم راهم يجوبوا جميع أنحاء الولاية، هما تاع مؤسسة إيتوزا. لا ضير أنه، ولا يمكن أن نخفي حقيقة أنه الخدمة في قطاع العمومي النقل البري لا مجال للمقارنة مع القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص كذلك موجود بكثرة، لهذا لابد أن نقف عنده. لماذا لا تكون لنا جودة كذلك في القطاع الخاص؟ وهذا الجزائري أو يخلص يعني ويقوم بدفع التذكرة، أحيانا لا تقدم له التذكرة، هذه من بين الشكاوي التي تصلنا. نعم، وتعليقات المواطنين. لا، أنا نقرأ الصحافة وكذلك ونلاحظ الأمور هذه، ولكن نزيد نكمل برك فقط أنه السلطات. نعم، نواصل. السلطات يعني انتبهت لهذه الظاهرة وأصبحت تدعم في ما يسمى بالقطاع النقل الثقيل. إذا شفتي المترو مثلا دعموا بخطوط كثيرة، التراموي، التليفيريك، التيلي كابين، مؤخرا فتحوا خط يربط ما بين باب الواد والزغارة. يعني كل هذه، وكذلك تدعيم الحاضرة نتاع مؤسسة إيتوزا، الهدف منها أنها تحسين الخدمة اللي تقدم للمواطن. هذا ربما موضوع اخر يتعلق بعصانه قطاع النقل في العاصمه، واساسا القطاع العام. انا اريد ان اركز على القطاع الخاص لانه هو الذي يشهد مشاكل كثيره. سيد علي سندي، الى نقطه تتعلق، ربما خرجنا عن الموضوع، احنا الموضوع التسعيره، ولو انه المواطن جزءا منه، ونحن حديثنا اليوم عن مهنه قابض الحافله. اشرنا في خضم هذا الحديث عن دور المواطن كذلك في التبليغ. بالنسبة للمئوية، متى أو عدد نسبة المبلغين من طرف المواطنين؟ لا يعني انسينيفيونت، يعني بالفرنسي يعني انسينيفيونت، يعني لماذا؟ لأنه المواطنين أحيانا كما كان يذكر السيد حسين بورابا، يعني ربما لأسباب خاصة يتفاداوا التبليغ عن هذه الظواهر. أليس لأن طريقة التبليغ معقدة نوعا ما؟ لو كان عندك رقم مثلا، عندنا رقم الهاتف، عندنا الفاكس، ما يتنقلش كاع، يحط الهاتف نتاعو بطبيعة الحال. أنا أتحدث عن رقم خاص مثل ما يعني موجود في عملية التبليغ على مستوى رقم سيسهل نوعا ما. رقم الفاكس نتاعنا معروف عند الجميع. خلينا المواطن البسيط، كيف يعرف أنه يكتب ورقة ويبعث فاكس؟ يعني هو يعني ببساطة، هو لما يركب الحافلة يعني أقرب مثلا موقف راح يتلاقى برجال الشرطة، يقدر يبلغ عن طريق رجال الشرطة مثلا. هذا في حالة ما إذا كان تعذر عليه الأمر باش يعني يتنقل مديرية النقل. أكيد. هذا في الحالة هذه، لكن أنا نقول باللي دور المواطن كما كان يقول السي حسين، دور مهم. مهم جدا، لأنه لولا هو راح يساهم. واللي يركب أغلب الحافلات هو العامل، هو الموظف، هو البسيط، هو الشيخ الكبير، هو الطفل. وشوفي، احنا جاونا شكاوي من مواطنين وخذيناهم بعين الاعتبار وتم معاقبة المتسببين في هذه المخالفات، حتى أنه بعض المواطنين بعد ما أخذنا الإجراءات جاءوا شكرونا. على كل حال، إحنا ما قمنا غير بالواجب نتاعنا، يعني بدليل أنه المواطن لازم يتقدم، ما لازمش يعني يتراجع، لازم يتقدم ويبلغ عن هذه السلوكات السلبية. اليوم متى سنرى قابض حافلة في القطاع الخاص بنفس يتعامل بنفس أسلوب قابض الحافلة؟ أو أنا هنا أسألك بالنسبة لقابضي الحافلات بالقطاع العمومي، ما هو المستوى المطلوب وما هو التكوين الذي تقدمونه لهم؟ هما شركة عمومية، فيها عندها قانونها الخاص، فيها عندها الكريتير المعايير. أنا حتى أقارن فقط إذا كان ممكن أن نطبق نفس فيها عندها هي بنفسها كشركة عمومية
عندها قانونها الخاص فيه معايير لاختيار حتى السائق ولاختيار القابض كذلك، دير لهم دورات تدريبيه بطبيعه الحال قبل ما يعني ينطلقوا في العمل، لانه تحتاج فيها قدرات تواصليه والصبر على العقليه الجزائريه والذهنيه الجزائريه. الشيء الملاحظ في القطاع العام هذا هو اللي كان يذكر فيه السيد بورابا، انه ما كانش امبيريليتي تاع الوظيفه، مثلا لما يوظفوا سائق ولا يوظف راخوت يعني ثلاثة شهور شهر من بعد يتنقل يروح يغادر هذاك المكان وينتقل، حتى ولو مثلا صاحب الحافلة وهو القابض يرتكب مخالفة يدخل صاحب الحافلة يقول له هذا سلوك غير لائق ويعاقبه يخلي له الحافلة ويروح. هذا إشكال آخر. اليوم نحن عندما نتحدث عن هذه المهنة المهمة جدا، لأن الجزائر في احتكاك مباشر بشكل يومي مع سائق الحافلة وبشكل خاص مع قابض الحافلة، ليس لإنقاص من قيمة هؤلاء، بالعكس لأنه مهمتهم تقديم الخدمة، تقديم خدمة ومهمة تحتاج إلى إمكانيات، لا تحتاج ربما إلى درجة علم كبيرة لكن تحتاج إلى قدرة على التواصل. ان شاء الله فيه 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 برامج على مستوى وزاره النقل باش تكون تطوير النقل على مستوى خاصه العاصمه، على مستوى فيه تدعيم لمؤسسه النقل الحضري. ان شاء الله عن قريب نشوفوا هناك تغيير ان شاء الله لوجه النقل على مستوى العاصمه. اكيد اكيد سيد علي محمدي رئيس مصلحه النقل البري بمديريه النقل بالجزائر، جزيل الشكر لك على حضورك اليوم وعلى المعلومات والشروحات التي قدمتها. شكري كذلك للسيد حسين بورابا رئيس المنظمه الوطنيه لنقل الجزائريين.